السلام عليكم. عودة إلى تاريخ الحملات الصليبية. في الحلقات السابقة تحدثت عن الحملة الصليبية الأولى، 3 حلقات قضيتها عن الحملة الصليبية الأولى. الحملة الصليبية الأولى كما ذكرت بدأت سنة 1096، تقريبا انتهت 1099. احنا نعرف أن هناك 8 حملات عسكرية صليبية استمرت من سنة 1096 ونهايتها 1291، يعني تقريبا 285 سنة استمرت هذه الحملات الصليبية 3. إذن 3 حلقات سابقة بأكملها كانت عن الحملة الصليبية الأولى، حلقة اليوم عن الحملة الصليبية الثانية، حلقة يعني ليست بذلك الطول، يعني لربما ربع ساعة نخلصها. إذن في الحملة الصليبية الأولى نجحت واستولوا الصليبيين على القدس وأراضي من كما نقول فلسطين ولبنان اليوم، الساحل السوري تقريبا بأكمل، مدن كثيرة التي تطل على الساحل التركي قاموا باحتلالها. إذن أخذ المسلمون في الشرق ينشطون ويقومون بينظمون صفوفهم بتأثير النداءات الإسلامية عما يحدث في المدن التي احتلها الصليبيون. إذن كان اللاجئون المسلمون الفارون من فلسطين يقصون على بقية الأطراف الإسلامية الحوادث المفصلة المحزنة التي أعقبت سقوط القدس في أيدي الصليبيين، لدرجة أنه هذه الجموع اقتحمت مسجد بغداد الكبير جدا وأهابت بالجيوش الإسلامية أن تحرر بيت المقدس، أن تحرر قبة الصخرة المقدسة من أيدي الصليبيين. لكن بطبيعة الحال نحن الآن في العصر السلجوقي، يعني السلاجقة هم من مسيطرين على الخليفة العباسي. الخليفة العباسي كان لا حول إله ولا قوة، كان عاجز تماما ولا يستطيع تلبية النداء. لكن يوجد عندنا عماد الدين زنجي أمير الموصل، هذا اللي كان عبد ثم أصبح أمير الموصل من أصول تركمانية، لبى تلك الدعوة وبدأ يزحف بجيشه، هذا الجيش المنظم حسن القيادة، سنة 1144 بداية الحملة الصليبية الثانية تقريبا، وانتزع من المسيحيين المعاقل الخارجية الشرقية تقريبا، يعني بضعة معاقل، لكن بعد فترة سوف يموت. طبعا هذه المعاقل ضمها إلى حظيرة الدولة الإسلامية، اغتيل هذا عماد الدين زنجي، لكن سوف يأتي من بعد ابن نور الدين، نور الدين زنجي اللي سوف يكون قائد صلاح الدين الأيوبي فيما بعد. نور الدين زنجي أيضا قائد شجاع جدا وذكي لدرجة أنه يفوق والده في مقدرته بالحروب العسكرية، وبالتأكيد كانت أخبار هذه الحوادث هي التي أثارت يعني ما قام به عماد الدين زنجي ونور الدين زنجي ضد المدن التي احتلها الصليبيون هي التي أثارت الحرب الصليبية الثانية. والآن نتحدث عن الحرب الصليبية الثانية اللي بدأت 1146 وانتهت 1148، استمرت سنتين. يوجد قديس اسمه القديس برنارد فرنسي في فرنسا استغاث بالبابا، البابا اللي كان بروما اللي هو يوجينيوس، يوجينيوس الثالث اللي كان في وقتها هو البابا، من أجل أن يقوم بدعوة المسيحيين في العالم بأكمله، من أجل حمل السلاح وطرد الجيوش الإسلامية. لكن هذا البابا كان في شاغل عن هذه الأمور، لأن كان يقود حملة ضد الخارجين على الدين في روما وبقية المناطق. إذن سوف يطلب البابا من برنارد الفرنسي القديس أن يقوم هو نفسه بتلك الدعوة إلى الحرب الصليبية الثانية. والحقيقة أن هذه كانت فكرة يعني ذكية، لأن القديس قديس برنارد أعظم شأن من يوجين يوس البابا، لأن هو هذا القديس اللي نصب البابا يعني في مكانه. القديس برنارد سوف يخرج من صومعته من أجل أن يدعو الفرنسيين إلى الحرب، بعد أن أصبحوا الناس مهيئين لتلك الحرب خفتت أصوات الشك اللي كانت موجودة في صدور المؤمنين اللي عندهم شك في دينهم أو في بعض الأمور،
وكذلك زالت المخاوف التي كانت تروى عن مآسي الحرب الصليبية الأولى. هذا القديس برنارد سوف يأخذ سبيله مباشرة لنقل إلى القصر الملكي، يقابل الملك الفرنسي لويس السابع في وقتها. أسلوب عدة بالكلام يعني طلاقة وسرد معلومات، يعني هذا رجل متمكن من الكلام من اللغة، رجل بليغ، فأقنع لويس السابع بأن يحمل الصليب ويقود الحملة الصليبية. الملك طبيعة الحال وافق أن يقف إلى جانبه، وأخذ هذا الملك بتأييده، وبالتالي القديس برنارد بدأ يخطب بالحشود ولم يكن ينتهي من خطبته. هذا الكلام سنة 1146، حتى تطوع كل الجمع التي يستمع إلى هذه الخطبة من أجل حمل السلاح، لدرجة أنه تبين أنه ما كان معدل أن الصلبان لا يكفيهم. فقام القديس برنارد بتمزيق مئزرة من أجل أن يصنع منه إشارات يضعوها فوق الصلبان، وطبعا كتب إلى البابا يقول أن المدائن والحصون قد خلت من سكانها، لم يبقى إلا رجل واحد لكل سبع نساء، وترى في كل مكان أرامل لأزواج لا يزالون أحياء. يعني ناس استشهاديين لنقل، يعني بحيث الروح الدينية والعسكرية والحربية بلغت بهم إلى درجة أنه مستعدين يضحون بحياتهم. إذن عندما انضم إلى الجيش الفرنسي المتطوعين الفرنسيين، ملك فرنسا سوف ينتقل أين؟ هذا القديس برنارد ينتقل إلى ألمانيا، واستطاع بنفس الفصاحة والبلاغة إقناع الإمبراطور كنراد الثاني ملك ألمانيا بأن ينضم إلى الحروب الصليبية. وبالفعل انضوى كثيرون من النبلاء تحت لواء الإمبراطور كنراد. إذن صاروا عندنا اثنين، لويس السابع ملك فرنسا وكنراد إمبراطور ألمانيا. بدأ الإمبراطور كنراد الألماني بالسير ونفس الوقت الجيش الفرنسي، هذا الكلام سنة 1147. تبعهم الفرنسيون في يوم عيد العنصرة، بينما الألمان اتجهوا في يوم عيد الفصح. الفرنسيين والألمان كانوا يسيرون على حذر، يعني تاركين مسافة من عندهم، لأن الفرنسيين لم يكونوا واثقين من الأشد عداء لهم، المسلمين أم الألمان، والألمان لم يكونوا واثقين من الأشد عداء لهم، الفرنسيين أم المسلمين. واثنيناتهم الألمان والفرنسيين لم يكونوا واثقين من الأشد عداء لهم، البيزنطيين الذين سيذهبون إليهم يجتازوهم للمسلمين، ونفس الشيء البيزنطيين اللي هم سكان اليونان القسطنطينية لم يكونوا واثقين من الأكثر عداء لهم، المسلمين لضيوفهم الألمان والفرنسيين لهذه الدرجة. لذلك بلغ من كثرة المدائن البيزنطية التي اجتازوها هذين الجيشين الألماني والفرنسي، هذه المدن كثيرة التي تم نهبها، يعني لدرجة أنه كثير من المدن بدأت تغلق أبوابها أمام وجوه الجيش الألماني والجيش الفرنسي، وتقدم لهم مؤن قليلة من الأسوار، يعني حبال ينزلونهم ما يحتاجون من أكل وكذا، وجفونا شركم وروحوا تقاتلون قاتلوا، لكن ما تدخلون بمدننا. إذن يوصلون قبل ما يوصلون القسطنطينية يعرض عليهم مانويل إمبراطور القسطنطينية في ذلك الوقت في كل رقة وفي كل لطف أنه لا داعي لأن تخترقون القسطنطينية، يعني يوجد مضيق الهلسبنت أو مضيق السيتسوس تستطيعون أن تمرون به، ولكن لا تخترقون القسطنطينية من البسفور. لكن إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا كنراد لويس رفضوا هذا العرض، لدرجة أنه مجموعة من مجلس لويس السابع ملك فرنسا دعت الملك أنه يسوي انقلاب، يعمل انقلاب ويستولي على القسطنطينية بأكملها ويضمها إلى فرنسا، لكن هو لا ما قبل، قال نحن ذاهبين في حملة مقدسة، مؤكد أنه هذه الأنباء سوف تصل إلى جماعة القسطنطينية مانويل. فأكيد هم مسبقا كانوا متوجسين خفية من هؤلاء الفرسان الألمان والفرنسيين بدروعهم المخيفة والمرعبة، لكن مع ذلك كان يسرهم منظر حاشيتهم من النساء
كل نبيل كان جالب معه زوجته، من ضمنهم اليناور زوجة الملك لويس الفرنسي كانت موجودة معه، وكان معهم شعراء يصحبون هذه الملكة، نبلاء يصحبون معهم زوجاتهم. إذن كانت هذه وسائل النقل التي مع الفرنسيين يعني مليئة بالحقائب والصناديق المليئة بالثياب الجميلة مواد التجميل، من أجل أن تبقى هذه النساء محافظة على جمالها في الأجواء المتقلبة الحارة والصحراوية وغيرها بالحرب، وكانوا ذاهبين إلى زفة عرس وليس إلى حرب. إذن مانويل لم يقصر، دخلوا إلى القسطنطينية وعجل بأن يعبرون مضيق البسفور، وبالتالي أمد اليونانيين بنقود منخفضة القيمة حتى يتعاملون معها بها مع الصليبيين اللي يشترون أي شيء آخر. والحقيقة أنه كانت هناك نقص بالمؤن كثير يعني في آسيا، والقسطنطينية سوف يعني طيلة عقود من الزمن تقوم بارتفاع الأثمان. هذا اللي جعل خلافات دائمة بين الألمان والفرنسيين وحتى الإيطاليين وبين القسطنطينية. إذن أصر كنراد بعد أن اجتاز اليونان القسطنطينية وهو في لنقل تركيا، أصر على أن يسير في نفس الطريقة الذي سارت فيه الحملة الصليبية الأولى واللي تحدثنا عنها في الحملة الصليبية الأولى، مخالفا بذلك نصيحة مانويل إمبراطور قسطنطينية البيزنطية. إذن سوف يتخبط هؤلاء الألمان في سيرهم، على الرغم من أن هناك معهم مرشدين، وربما كان هؤلاء المرشدين جواسيس أو مرتشين أو غيرها، فودوهم في أراضي قاحلة، بطاح بعد بطاح خالية من أي مواد غذائية، من أي طعام، من أي شيء. وفترات كثيرة وقعوا في كمائن نصبها لهم المسلمون، وبالتالي دب في قلوبهم رعب وخوف، بالإضافة إلى الجوع وغيرها. وأخيرا سوف يلتقي جيش كونراد عند دورليم، هذه المنطقة اللي تحدثت عنها بالحملة الصليبية الأولى اللي هزمت قلج أرسلان القائد الإسلامي. التقى هؤلاء الحملة الثانية بقوة كبيرة جدا من المسلمين، ومني كنراد بهزيمة جدا كبيرة ساحقة. لم ينجو من جيش كنراد إلا عدد جدا يعني فلول بقت من جيشه، لدرجة أن المؤرخين يقولون 10% فقط بقوا من هذا الجيش. الجيش الفرنسي كما ذكرنا ما يصير لا يسير ملاصق للجيش الألماني، لا مسافات بعيدة عنه، يخاف منه والألمان يخافون منهم. فخدع هذا الجيش الفرنسي أن الألمان انتصروا في حروبهم يعني وهم يسيرون انتصروا على المسلمين، فتقدموا لنقل بغير حذر، وبالتالي تم القضاء على كثير منهم بسبب الجوع وبسبب هجمات المسلمين وكمائنهم. إذن هذا الجيش لما وصل إلى مدينة أظاليا، أخذ لويس ملك فرنسا يساوم رؤساء بحارة السفن البيزنطية على أنه ينقلون جيشه بطريق البحر إلى طرسوس أو أنطاكيا اللي هن أصلا مسيحيتين، لكن هؤلاء أصحاب السفن طالبوا بأجور باهظة عن كل شخص تحمل السفينة، هذا مبلغ جدا ضخم لأن جيش كامل. المهم لويس قبل أنه ينقلوا فقط هو طائفة من النبلاء وزوجته أليناور ومجموعة من السيدات أن ينتقلون فقط بهذه السفينة، وتركوا لك باقي الجيش الفرنسي بأكمل عين في أظاليا. الجيوش الإسلامي هجمت لك على أظاليا بالكامل وأبادت الجيش الفرنسي عن بكرة أبيه، هذا الكلام سنة 1148. إحنا لويس كما ذكرنا هو الآن بالسفن هو والنساء فقط، وصل إلى بيت المقدس مع فقط النساء وليس معه أي جيش. كنراد أيضا وصل لكن كما ذكرنا بفلول قليلة من الجيش اللي غادر معه من ألمانيا. إذن هم في القدس، خطتهم يحاصرون دمشق، وبالفعل هذين الملكين كنراد ولويس ذهبوا إلى يعني مع جيش كامل وقاموا بمحاصرة دمشق. كانت قيادة موزعة بين ثلاثة، كنراد، لويس، بالدوين الثالث اللي هو امبراطور
أو حاكم لنقول بيت المقدس. إذا ثلاث قواد وثلاث حكام بدل واحد، ومن كان سوف يدب النزاع بيناتهم أثناء الحصار بين هؤلاء النبلاء وهم يحاصرون دمشق؟ يعني بدأ خلاف بيناتهم، من الذي سوف يحكم إذا سقطت دمشق؟ طبيعة الحال المسلمين بدأوا يتسربون ويتغلغلون داخل الجيش المسيحي، وبدأوا يرشون بعض القادة والزعماء المسيحيين فجعلهم يقعدون عن القتال وما يذهبون معهم أو ينسحبون من الميدان، يعني إذا كانوا من ضمن المحاصرين. وبطبيعة الحال سوف تترامى هذه الأنباء إلى أمير حلب، أمير الموصل، فبدأوا يزحفون بجيش جدا كبير من أجل فك الحصار عن من؟ عن دمشق. وبالتالي حدثت قلاقل داخل الجيش المحاصر، وبدأ فك الحصار. انقسم الجيش المسيحي إلى جماعات قليلة جدا، فرت إلى أنطاكية أو عكا ورجعت إلى بيت المقدس. إذا انهزم الجيش الصليبي شر هزيمة في الحملة الصليبية الثانية، انهزم كنراد وأصيب بالمرض ورجع مجللا بالعار إلى ألمانيا. أليناور زوجة الملك لويس السابع رجعت أيضا إلى فرنسا. لويس لا، قال أنا ما أرجع، أنا أبقى هنا يعني أحج، أزور مراقد دينية وغيرها، أضرحة مقدسة. الأخبار وصلت لأوروبا، رعبت أوروبا لما حدث للحملة الصليبية الثانية من إخفاق وخسارة وهزيمة شنيعة. أخذوا الناس يتساءلون بينهم وبين نفسهم، يعني كيف يرضى الله عز وجل أن يذل المدافعين المؤمنين عن دينه؟ كيف يذل هؤلاء المؤمنين هذا الإذلال الذي ليس له مثيل على الإطلاق؟ مؤكد هناك ناس بدأوا ينقدون ويهاجمون القديس برنارد، قالوا هذا الرجل مجنون، هذا خيالي متهور، هذا أرسل أبناء فرنسا وألمانيا من أجل أن يلاقون حتفهم. وبالتالي حدث أنه في أماكن متفرقة كثير من المتشككين جريئين بدأوا يجادلون في القواعد الأساسية للدين المسيحي. هذه سوف يكون لها أثر جدا كبير فيما بعد على الفلسفة الغربية. برنارد، القديس برنارد، رد عليهم رد تقليدي كما يردون اليوم لحد اليوم رجال الدين. قال لهم أنه أساليب الله عز وجل لا تدركها عقول البشر. المصيبة اللي حلت بينا نحن يا مسيحيين هي ربما كانت عقاب من الله على ما ترتكبون من آثام. نفس الجنجلوتية، نفس الأسطوانة اللي لحد اليوم يعني يسمعوها ويسمعون إياها رجال الدين. لكن وهذا المهم بكل الحلقة على الأطلاق، الشكوك الفلسفية التي سوف يشيعها فيلسوف فرنسي اسمه بيار أبيلار. هذا الفيلسوف الفرنسي توفى سنة 1142، بعدنا لا بعصر النهضة ولا بالأنوار، بدأ يبث شكوك. أخذت هذه الشكوك في ذلك الوقت تجد من يعبر عنها حتى جمهرة من الشعب الأوروبي على الإطلاق. سرعان ما خبت جذوة التحمس للحروب الصليبية بسبب تلك الهزيمة شنعاء. تأهب عندنا عصر جديد، بدأ يخرج لنا عصر جديد، عصر الإيمان اللي يقوده رجال الدين من أجل الدفاع عن نفسه، الدفاع عن الإيمان. بماذا؟ بالسيف والنار، ضد كل دين غريب، ضد الإلحاد، ضد الشكوكية، أو ضد عدم الإيمان بأي دين على الإطلاق. تنتهي حلقتنا اليوم، نبقى بالحلقة القادمة عن الحملة الصليبية الثالثة. شكرا لكم.